نحتفي اليوم والسعادة والحضور يغمر قلوبنا في هذا الحفل التكريم الذي يقام على شرف السيد رئيس دائرة ابن أحمد الجنوبي الذي انتقل إلى مدينة القنيطرة بمنصب جديد رئيس منطقة حضرية، والسيد قائد قيادة رسلين الذي ترقى إلى منصب رئيس دائرة تنوين إقليم تانوات على إثر الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة التي أعلنت عليها وزارة الداخلية مؤخراً من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية. أيها السيدات والسادة، فقد ذهب المجلس الجماعي لجماعة رصعين الشاوي منذ تولينا المسؤولية على سن هذه السنة الحميدة والمتمثلة في ترسيخ وتكريس ثقافة الاعتراف والشكر لكل من أسى خدمات جليلة للمنطقة وللوطن والمواطنين. ونحن اليوم نلتئم في هذا الملتقى المبارك لتكريم تلة من رجال السلطة الذين اشتغلوا بتراب هذه الجماعة، ويتعلق الأمر بالسيد خليفة بن سريج رئيس دائرة الأحمد الجنوبية والسيد مصطفى برطان قائد قيادة رصعين، اعترافا وتقديرا للمجهودات الكبيرة التي بذلوها أثناء مسيرتهما المهنية. السيد رئيس دائرة الأحمد المحترم، السيد قائد قيادة رصعين المحترم، إنها لمناسبة عظيمة أن نذكر بالتضحيات الجسام والأعمال الجليلة التي قمتم بها أثناء مزاولتكما لعملكما بذهاب تراب هذه الجماعة وبالقيادة وبالدائرة ككل بدون ملل ولا كلل في سبيل خدمة الصالح العام والقرب من الساكنة والحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم، مما أكسبكما المزيد من الاحترام والتقدير من طرف الجميع، خصوصا ما ألبتم عنه ميدانيا من يقظة ومهنية عالية وتفاني والبرانيتات في خدمة المواطنين والتضحية في سبيل التوابث والقيم المقدسة اللازمة وتخطي التحديات الكبرى بفضل الانضباط والتعبئة واليقظة والالتزام التام بسيادة القانون.